الشيخ خالد بن محمد الراشد هو داعية إسلامي سعودي ينتمي إلى التيار السلفي من مواليد سنة 1970، وكان يشغل منصب إمام وخطيب مسجد فهد بن مفلح السبيعي بمدينة الخبر، والمشرف العام على موقع قوافل العائدين والعائدات. وقد اشتهر بخطبته الشهيرة يا أمة محمد، انتصر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتج فيها على الرسوم الكرتونية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطالب بإلغاء السفارة الدنماركية في السعودية. وكان قد قام رسامون دنماركيون عام 2005 برسم رسومات مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي استفز المسلمين في جميع أنحاء العالم. وخلال خطبته الشهيرة حث الداعية السعودي خالد الراشد السعوديين على الاحتجاج، وطالب حكومة المملكة العربية السعودية وجميع الحكومات الإسلامية باتخاذ إجراءات صارمة ضد الدنمارك لدعم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأثارت الخطبة التي ألقاها الشيخ خالد الراشد ضجة كبيرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتزامنت هذه الخطبة مع دعوته للسعوديين للجلوس أمام مقر إقامة الرياض التي كان يرأسها الملك سلمان بن عبد العزيز. وبعد ساعات أصدرت النيابة العامة السعودية الأمر بالقبض على الشيخ خالد الراشد، وحكم على الشيخ خالد الراشد في البداية بالسجن لخمسة سنوات، وبعد ذلك تم تقديم استئناف لتخفيض العقوبة، ولكن حصل خلاف ذلك. وعندما تم رفض الاستئناف احتدم النقاش بين الشيخ خالد الراشد والقاضي صالح العجيري الذي غضب من ذلك، ليقوم برفع العقوبة إلى 15 عاما في سبتمبر من عام 2005. وانتهت مدة حكم الشيخ خالد الراشد عام 2021، أي العام الماضي، لكن السلطات السعودية لم تفرج عنه بعد. وفي الأيام القليلة الماضية أعلن الحساب الرسمي لمعتقلي الرأي، وهو الحساب الحقوقي في السعودية الذي يهتم بأمر معتقلي الرأي في السعودية، الشيوخ والعلماء الذين تم اعتقالهم ظلما. وكشف هذا الحساب عن حكم جديد صدر في حق الداعية السعودي الشهير الشيخ خالد الراشد، والذي يبلغ هذه المرة 17 سنة مجددا، وذلك عقب قضائه مدة الحكم الأول بالسجن 15 عاما داخل معتقلات السعودية. وبعد ذلك تم تمديد سجن خالد الراشد بإجمالي 40 سنة. وشارك الحساب تغريدة عبر تويتر قال فيها: تأكد لنا قيام محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ خالد الراشد للمرة الثانية، وإضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة كاملة. كما قال حساب معتقلي الرأي: إعادة محاكمة الشيخ خالد الراشد للمرة الأولى في سبتمبر من عام 2021 بعد أن أنهى مدة حكمه البالغة 15 عاما، وأضافت المحكمة حينها 8 سنوات أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 23 سنة. وبذلك أصبحت المدة المقررة التي كان سيقضيها في السجن 23 سنة بداية من عام 2005، لكن وفي المقابل يأتي قرار إضافة 17 سنة أخرى إلى مدة حكمه لتصبح 40 سنة كاملة، ليثير الكثير من الجدل حول الصيغة والمحاكمة التي تعرض لها الشيخ خالد الراشد. وأدان حساب معتقلي الرأي عبر تويتر الحكم المسلط على الداعية الشيخ خالد الراشد، مطالبين السلطات السعودية بإطلاق سراحه، مع تأكيدهم أن حرية التعبير ليست جريمة. وتأتي المحاكمة المثيرة للجدل
التي تعرض لها الشيخ خالد الراشد لتسلط الضوء على الظلم الكبير الذي يتعرض له معتقلو الرأي والمساجين السياسيون في السعودية منذ عقود طويلة، حيث يقبع آلاف من المعارضين لحكم عائلة آل سعود في سجون المملكة الخليجية التي اعتنقت حتى وقت قريب عقيدة سياسية اجتماعية محافظة مفادها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل أن يصعد ابن سلمان لسدة الحكم وينسف هذه السياسات. واستبدل ولي العهد هذه الهيئة بهيئة الترفيه وأسندها لمستشاره تركي آل الشيخ، وباتت السعودية لأول مرة في تاريخها تشهد حفلات غنائية ورقصا وفعاليات فنية عرضت النظام السعودي لانتقادات حادة وسط اتهامات لابن سلمان باتخاذها ستارا للتغطية على جرائمه وإلهائه للسعوديين. وكان الشيخ خالد الراشد لا يخاف أحدا وينذر ويحذر المسلمين في كل خطبه، وكان يقول كلمة الحق ولا يخاف مما ينتظره بناء على ما قاله بنفسه، وكان هذا سبب اعتقاله والحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. وبعد نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم سنة 2005 ألقى الشيخ خالد الراشد خطبة قوية بعنوان يا أمة محمد، وبدأ خطبته بوصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكمل المحادثة حول الإرسال إلى الأشخاص وإيصال الرسالة وكيف تأذى من الكافرين في نشر وإيصال رسالته، وتحدث عن إهانة المسيحيين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك دعا الأمة الإسلامية جمعاء إلى نصرة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال والله لا خير فينا إذا مر هذا الأمر بسلام. وكان لهذه الخطبة صدى كبير في أذان وعقول المسلمين لدرجة أنها ظهرت في الجزء العلوي من موقع طريق الإسلام، وحث المسلمين على التحرك والجلوس أمام مقر إمارة الرياض التي يديرها الملك سلمان بن عبد العزيز، وكان هذا سبب إصدار مذكرة لتوقيفه. نتمنى أن يكون المقطع قد نال أعجابكم، وإن أعجبك هذا الفيديو من قناتك لو تعلم لا تنسى الاشتراك في القناة، دعمنا بلايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك لكي تعم الفائدة، وشكرا لك على المشاهدة.